يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية كان لها سبب نزول. رجل كبير في السن، كان يسكن في مكة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لكنه لم يتحمل برودة الكفر في مكة، وبيتخيل الصحابة وكيف يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يصافحون وجهه كل يوم. لم يتحمل أن يعيش في مكة، فخرج من مكة إلى المدينة، ومن مكة إلى المدينة قرابة 450 كيلو متر. هذا رجل معذور، عذره الله عز وجل لكبر سنه. وبينما هذا الرجل يسير في الطريق بعدما قطع مرحلة منه، إذ أدركته الوفاة وشعر بدنو منيته وأنه سيموت، فماذا فعل هذا الرجل؟ ضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك. وضرب كفه الأخرى وقال: اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزلت الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. رباه إني قد وهبت حياتي ومنحت عمري للهدى ومماتي، فاقبل إله العرش من يعين له جزاء ولا أجر، إنما قال: أجره علي أنا. وإبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، للدلالة على تحقير ما هاجر إليه، بخلاف الشطر الأول. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لم يقل فجزاؤه جنات عدن أو جنة الفردوس، لم يعين له جزاء، اتحد الشرط والجزاء للدلالة على عظم الجزاء. أقول هذا لتعلموا فضل الصحابة الأوائل الذين تركوا ديارهم وأموالهم وملاعب صباهم وهاجروا إلى الله ورسوله. رباه إني قد وهبت حياتي ومنحت عمري للهدى ومماتي، فاقبل إله العرش مني هجرتي، يا من إليك أبوح بالعبرات. يا جنة طاب وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني.